جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تقول عن نفسها: عندما يأتيني الحيض يظل بي 8 أيام ثم أغتسل، وبعد هذه الأيام يأتيني بعدها صفرة تظل بي 5 أيام، وأنا أظل محتارة في هذه الأيام، هل أصلي فيها أم لا؟ وذلك لحديث عائشة رضي الله عنها. جزاكم الله خيرا. إذا كانت الصفرة متصلة بالدم فإنها تعتبر من الحيض، أما إذا طهرت بعد الدم انقطع انقطاعا كاملا ورأت النقاء وتطهرت ثم رأت الصفرة بعد ذلك فإنها لا تلتفت إليها، بقول أم عطية رضي الله تعالى عنها: كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئا. كذلك في حديث عائشة الذي أشارت إليه السائلة، وهي أنها قالت للنساء لما سألناها عن الطهر: لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء، يعني علامة الطهر الواضحة. فما دام على المرأة خارج من الدم أو الصفرة أو الكدرة في أيام العادة فإن هذا يعتبر حيضا تجلس من أجله. نعم.